قلنا نراجع مراجعه سريعه. اذا هذا هي فيربل فريكوانسي درايف في على اف ريشو سكيلر كنترول عم بتحكم بسكور الكيج اندكشن موتور. عندنا هي انا هون طبعا مش ماخذ هون ريكتيفاير بالحاله الحقيقيه في العالم الحقيقي رح ناخذ هون 6 بلس ان كنترول ريكتيفاير رح يعطيني كونستانت فولتج رح يكون في ريبل بنحط دي سي بس بنحط كاباسيتر فهذا الجزء احنا مختصرينه حاطين هون بس بطاريتين اسمنا الكرنت واسمنا اللاين فولتجز فاحنا قايسين اللاين فولتجز واللاين كرنتس. عندنا هاي البي دبليو ام جنريتر انا هون مشغله اوبن لوب بس بحط رح احط هون ام اي واف سي والاوتبوت فريكوانسي الديزايرد اوتبوت فريكوانسي ام اي الموديليشن اندكس ام سي اللي هي الكارير فريكوانسي رح نشغل من هون شبكنا على سكويرل كيج اندكشن موتور عملنا الموديل بانه يطلع تورك يروح على اللود ويرجع سبيد ان راديانس بير سكند. هاي هون اخذنا انيرشا واحد على والانيرشا انا حاطتها هون صغيره لانه انا ما عملت هون جير بوكس حطيت مباشره على الهاي سبيد شافت يعني عملت ريفيرل للهاي سبيد شافت فالانيرشا هون صغيره حطيتها 0.05 كيلوغرام متر سكوير هلا بنشوف قيمتها والفيسكس فريكشن 0.01 نيوتن متر بير راديان بير سكند لانه روتيشنال كمان ما فيش عندي جيرنج هون شلت الجيرنج عملت ريفيرل حسبت التورك تبع المحرك الباور تبعت المحرك 4000 واط فقسمت 4000 واط عندي هون 6 بولز بير فيز 6 بولز بير فيز على 50 هرتز بدها تكون السينكرونس سبيد تساوي 1000 ار بي ام اخذنا السرعه هون اللي طالعه ان راديانس هاي السرعه هي نفس هاي السرعه رح تكون مش رح تكون سرعه مختلفه سواء اخذناها من هون او اخذناها اللي طالعه من المحرك هي نفس السرعه هو نفس الشافت ما بياثر اخذتها من هون او من هون اخذتها من هون رح تطلع ان راديانس بير سكند حولتها ل ار بي ام ضربتها بستيم وقسمتها على 2 باي اعطتني هذه اللي هون القيمه ان ار بي ام اخذنا التورك هاي التورك هون سحبنا التورك من هون نيوتن متر حطنا هذا الالكترومغنتيك تورك اللي بتولد من المحرك جزء منه بروح يتغلب على الفيسكس فريكشن وجزء بروح بيتغلب على الاوت اوف بالانس تورك هذا التورك هون حسبته 38 اللي هو الباور على اوميجا ريتد بتساوي اوميجا هون تقريبا انا اخذتها السينكرونسي المفروض تكون الاسينكرونس فعندي 4000 على اظن تقريبا هاي بتطلع 105 رادز بير سكند بيطلع عندي 38 نيوتن متر هذا الريت التورك حطيته فعندي هذا سيستم بسيط وراح نبدا من زيرو سبيد فالانيشال سبيد راح تكون زيرو فالانيشال سليب راح يكون زيرو راح نبدا فروم زيرو سبيد هلا راح نشغله على اول شيء راح نشغله على الفريكونسي الاصليه تبعته اللي هي خليني امحي هذول راح نشغله الان على الفريكونسي الاصليه تبعته اللي هي 50 هرتز وقديش لازم يكون الموديليشن اندكس واحد وهي عندي هون انا الكارير فريكونسي مختارها 8000 نعمل اوكي راح نعمل رن فانا هون بشغله كانه على الفل على الريتد تماما بس انا مستعملين بي دبليو ام هلا لازم نلاحظ 8000 خلينا نعمل 8000 على 50 ليش 8000 على 50 16 اظن بتطلع 16 مضبوط فاذا بدي اعمل هون ام سي هي اف سي على الاف اوتبوت مضبوط هاي بتصير صفر بتروح مع صفر و 80 16 مضبوط فالفريكونسي تبعت الكارير 16 ضعف الفريكونسي تبعت الاوتبوت المفروض في كل سايكل من الاوتبوت تطلع معي 16 بلس من الهاي 160 اوكي اذا صعب راح نكون راح نشوفها بس نطلع عليها خلينا نطلع على شو طلع معي هون في الثلاث حالات راح اعمل اوتو سكيل هون نعمل اوتو سكيل هون اوتو سكيل اول شيء هدول الثلاث فولتجز هلا نتاكد انهم الفيس سيكونس تبعهم صحيح خليني اعمل شويه زوم هون على الاكس اكسس راح اعمل زوم هون اكس اكسس هلا لازم نطلع هون راح تلاقوا وخليني ارجع شوي نعمل زوم على فتره اطول راح اعمل زوم هاي سايكل هاي هدول السايكلز
هاي عندي هاي R بعدها ب 120 درجة جاي S وبعدها ب 120 درجة جاي T. إذا صحيح لأنه أنا أخذته إذا بتطلع هون لما قست أخذت R minus S S minus T T minus R اللي هي اللاين فولتجز. ها فاللاين فولتجز هذول اللي شفناهم هم موجودين هون. طبعا واضح انه هون لانه الكارير فريكونسي عاليه بالنسبه للفاندمنتال في عندنا بلسز كثير هون صعب نشوفهم. خلينا نرد نعمل مثلا زوم هون. اذا عملنا زوم هون هاي عندي عدد البلسز اللي موجوده هون اللي سببها الترينجوليشن ويف فورم اللي موجوده. اذا هذا اول شيء هاي البلس ويف موديليشن اشتغل معنا اعطاني هذول الفولتجز. هلا الاثبات انه فعلا اشتغل واعطاني ساينوسويدال اوتبوت فولتج مع كارير فريكونسي انه الماتور عمل فلترنج لهذا الكومبوننتس الهاي كومبوننتس. فلما نيجي نطلع الان هون على الكرنت راح تلاحظوا هاي ستارتنج كرنت كان عالي. طبعا هذول الثلاثه هم نفس السيكونس اللي هم احنا اسمه 3 كرنتس وحسب الاوسيلوسكوب هون الالوان بدخل عندي اللون الاول اللون الثاني اللون الثالث. فنفس السيكونس اللي موجود هون موجود عندي السيكونس موجود هون. فطالع عندي الفيز الاول الفيز الثاني الفيز الثالث. شكل الويف فورم ساينوسويدال في شويه بس الهارمونكس خفت كثير. هذا هون الهاي فريكونسي اللي هي الفريكونسي تبعت ام سي او اف سي اختفت من هون. مين اللي عملها فلترنج؟ الاندكشن موتور نفسه لانه هو في اندكتنس. ففعليا الهاي فريكونسي كومبوننت اللي موجود هون ما مرش في المحرك. ولو هاي دخلناها على فاست فورير ترانسفورم عملناها راح نلاقي في عندي فاندمنتال على 50 هرتز والباقي بيصير على ال 2000 او 8000 حتى مش هيك 8000 هرتز. فنعملها فلترنج. بنلاحظ كمان عندي ستارتنج كرنت عالي ستارتنج كرنت هون وبعدين نزل استقر تقريبا عند النقطه عند القيمه هاي اللي موجوده هون. خلينا نطلع الكرنت نشوف هلا قديش البيك تبعه لما استقر. طبعا هون نزل الكرنت لما زادت السرعه. ها هاي السرعة هون وصلت القيمة هاي هلا بنشوف قديش قيمتها. خلينا أول شيء ننزل هون نعمل زوم. خلينا نعمل زوم بالواي ونقيس الكرنت تقريبا قديش بيك تو بيك. تقريبا بيك تو بيك أو البيك تقريبا 20 أقل شوي من 20 مظبوط. إذا نطلع هون بين هاي النقطة وهاي النقطة هاي إذا عملنا هون هيك البيك تقريبا 15 مش هيك؟ 15 طبعا هذا بيك 15 على جذر التنين تعطيني تقريبا قديش؟ 10 ار ام اس 10 امبير ار ام اس تقريبا. هلا نطلع على التورك. التورك هون عندي اذا قسته طبعا في فلكشويشن بالاول بالتورك في عندي هاي اوردر سيستم الريسبونس عم بعمل عمليا ستيب فانكشن. فالتورك هون عم بيستقر تقريبا على 40 مظبوط. في شويه فلكشويشن هون بس تقريبا التورك عم بيستقر على 40 40 اللي هي 38 مع شويه فيسكس فريكشن. الفيسكس فريكشن بتطلب شويه تورك. فهيدي التورك اللي استقر عليه المحرك من هون. وبعدين عندنا السرعه بتطلع السرعه. السرعه المفروض قديش تكون؟ طبعا اقل من السينكرون سبيد بمقدار السليب. اذا اطلعنا على السرعه هون او نقدر نشوف السرعه من هون هي عند 911 فالسليب قديش؟ حوالي 89 على 1000 مش هيك؟ ف 8.9% لانه تذكروا احنا هون حاطين تقريبا ريتد تورك لاني حاطط الريتد تورك فالسليب هون تقريبا 9% فالسرعه مش السنكرونس سبيد اقل من السنكرونس زي ما نتوقع. هلا بنيجي بنسال السؤال لو انا بدي انزل السرعه الان لو بدي انزل السرعه للنص فبدي انزل السرعه هون مثلا ل 25 25 هرتز ونسيت ما عملت الموديليشن اندكس خليت الموديليشن اندكس واحد المفروض انا انزله وعملنا الان رن قلنا انه بصير في عندنا ساتوريشن في الكرنت شكل الكرنت ببطل ساينوسويدال بده يصير في تشوهات في الهاي وهارمونكس بتدخل في الكرنت. هلا بنشوف شكلها كيف. هلا اذا بنطلع هون شايفين الكرنت هون هلا الفولتج ما اختلف عندي
طبعا تغيرت الفريكونسي اكيد مش هيك، لان نزلت الفريكونسي ل 25 فراح تتغير هذه من هون الفريكونسي، بس بشكل عام شكل الويف فورمز هذول ما تغير. عندي هون ستارتنج كرنت وعمالنا مستقر تقريبا على رقم شبيه، بس اذا عملنا هون هلا ايش شكل الكرنت؟ هون صار في هارمونيك بطل ساينوسويد عماله بصير زي ال ار سيركت، ال ار سيركت عماله بصير بيطلع فيها الكرنت لقيمه معينه بوصل بسرعه بيعمل ساتوريشن، عم بصير اشي زي هيك. فهاي الاشكال اللي موجوده هون بطل، طبعا هذا بسبب مشاكل في المحرك. المفروض اني انزل حتى احافظ على في اف ريشيو ثابته اني رح انزل موديليشن اندكس. لا قديش لازم انزل موديليشن اندكس؟ فهيك حافظنا على نفس الـ VF ratio. بدنا نعمل run مرة تانية. طبعا السرعة لقديش لازم تنزل لأنه صار عندي 25. Synchronous speed صارت 500. ناقص السليت مفروض تكون إشي أقل من 500 RPM. عم بعطيني لسه نفس التورك، عم بعطيني تقريبا نفس قيمة التورك. هاي السرعة هون عمالها بتقترب من 500 RPM. اوكي لاحظوا شكل الكرنت كيف صار، رجع الكرنت ساينوسويدال. اذا احد المشاكل اذا ما حافظت على في على اف ريشو كونتنت راح يصير عندي ساتوريشن بالكرنت، ساتوريشن بالكرنت راح يصير فيه هارمونكس بالكرنت راح يسبب مشاكل. هاي التورك عندي عم بعطيني تقريبا نفس القيمه اللي هي حوالين ال 40 مضبوط. والسرعه خلينا نتاكد من السرعه ليش استقرت، استقرت السرعه اقل شوي من 400 واللي هو هذا الصحيح. خلينا نطلع هون نشوف قديش قيمتها، 376 تقريبا نفس يعني السليب. عندنا سليب نفس الشيء اللي هي المفروض تكون 376 زاد السليب مضبوط، السليب اعلى مما كان بالاول لانه اقل حتى اقل من 400 هو المفروض يكون اقل من هو يكون 500 هي السينكرونس سبيد من هون. هلا لو جربنا قيم مختلفه، انا هون عملت بعض قيم هون نطلع عليهم. هي ال 25 هرتز، 25 هرتز على ام اي مختلف، هي ال 25 هرتز على موديليشن اندكس مقداره واحد مضبوط، واحد فوقها هي واحد على موديليشن اندكس. فهذا هون على 25 هرتز والموديليشن اندكس واحد، ملاحظين هون كيف شكل الكرنت. هلا كل ما تدريجيا صرنا ننزل الموديليشن اندكس ننزل الفولتج، فمثلا لو رحنا على 90.9 هي الموديليشن اندكس 0.9 هون طلع شكل الكرنت تحسن شوي، 0.8 حس هون شكله شوي بس فيها مشكله هون شوي بالبالانس، هاي 0.7 هاي 0.6 تقريبا صار ساينوسويدال. فممكن سموير بين 0.6 و 0.5 بس في هون شوي بالكرنت الامبليتيود، ولا انا بس لاني مختار سكيل يمكن مختلف. اوكي اذا هاي احنا اللي عملناه الان هون بدينا، اذا بنتذكر الفي على اف ريشو او الفي هاي في هي اف، بدينا هون ب 50 هرتز وهذا هون الموديليشن اندكس او كان عندي فولتج هون 400 فولت وهاي كانت 50 هرتز واشتغلنا على النقطه هاي. لما نزلنا هون ل 25 هرتز احنا تقريبا اشتغلنا على من بين 200 و 0.6 قديش بتكون 240، ففي المنطقه هاي اعطاني قيم مقبوله، يعني هاي الخط هذا الخط هذا بينهم. اوكي ما خلينا هون، لو خلينا الفولتج عند النقطه هاي راح اعطاني هون تشوه الكرنت مزبوط. كل واضح فاهم كيف حافظنا على في اف ريشو كونستنت. اوكي